تلاقي مكان للورقة بعد كده دي 40 13 0. عبد الله السعيد جون انتوي يلعبها على طول اول ظهور ليه مع النادي الاهلي. عبد الله السعيد من ناحيه اليمين العرضيه والهدف القلشه والهدف هنا على طول بتترد بهدف للنادي الاهلي القلشه والهدف على طول واحده بواحده لكن هنا اوف سايد رد النادي الاهلي بقوه بهدف على طول عرضيه عبد الله تتلعب توصل الدقيقه الثانيه هدف اول هنشوف مين اللي قلش عبد الله اللي لعب العرضيه والهدف الاول للنادي الاهلي قلشه من الدفاع هنشوف ادي اللعبه ادي عبد الله السعيد عبد الله مكمل ادي هنشوف اتلعبت العرضيه ورقم 23 قالش شمس السعيد شمس السعيد في مرمى شمس السعيد شمس الدين السعيد وتقدم للاهلي 1-0 باصين ثلاثة توصل الكرة على طول وهجمة وتاني على طول فيها ضربة جزاء في ضربة جزاء ادى البنا على طول ما استناش ادي محمود البنا ادى القرار وضربة جزاء للنادي الاهلي هنشوفها مع الاعادة النهارده تشوفها مع الإعادة النهارده طاقم إعدادنا وطاقم التجهيزات معانا النهارده كم كبير في الاستوديوهات والاستوديو التحليلي بتاعنا أدي اللعبة وأدي التحرك الجميل رمضان صبحي وهاري متاخدة رجله وأدي رجله متاخدة على طول أدي رجله متاخدة هو بيحاول يظبط لكن مش هو اللي عامل ضربة الجزاء اللي عاملها الظهير الأيسر أحمد قاسم وهنشوف حسام عاشور وعبد الله السعيد والهدف التاني عبد الله السعيد والهدف الثاني في الدقيقة 9 الدقيقة 9 بتسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء 2-0 من ضربة جزاء تقدم للأهلي طبعا المباراة تجربة جيدة للعيبة الأهلي النهاردة زي تمرين كويس ليهم قبل لقاء زي ما قلت استرداد الثقة لقاء مهم جدا النادي الأهلي يمكن واجهوا ظروف صعبة وتحكيم غريب جدا في لقاء النجم الساحلي وضربة جزاء ظالمة الكل أكد عليها ادت لخساره 3 نقاط غاليه كان التعادل هو الاقرب للقاء الفائز من الاهلي وجونه هيلعب مع الشرطه الفائز منهم هيلعب مع بتروجيت اعزائي مشاهدي نالي سبورت رمضان صبحي وهدف ثالث عبد الله السعيد لا النهارده عبد الله السعيد ناوي الهدف الثالث عبد الله السعيد 3-0 اتحسب له الجول الاولاني لو اتحسب له يبقى هاتريك النهارده الدقيقه 11 عبد الله السعيد والهدف الثالث للنادي الاهلي ادي اللعبه وادي رمضان صبحي عدى رمضان لعب العرضيه عبد الله السعيد على طول والهدف الثالث للنادي الاهلي بقول لحضراتكم النهارده مباراه بلا شك مفيده جدا للنادي الاهلي تجربه لعيبه كتير جدا ياخدوا ثقه مع احترامنا لشباب الجونه تجربه اضاعتهم الظروف فيها في مباراه صعبه جدا مع النادي الاهلي كان الله في عونهم وكان الله في عون مدربهم لجده وجده عايز يعدي رمضان يلعب لانتوي وهدف جون انتوي وهدف رابع الدقيقه 17 جون انتوي بقول لحضراتكم اللقاء مهم جدا للعيبه الاهلي وخاصه اللي بيدخلوا لسه في فورمه المباريات في الانتقالات الصيفيه ادي اتلعبت على طول عدى على طول ادي هنا جده عدى بذكاء جده لعبها على طول ادي جون ده رمضان صبحي وجون انطوي لعبها على طول هنا رمضان صبحي المتحرك بشكل واضح شمال ويمين ويلعبها وادي على طول جون انطوي واحده والثانيه رجع بقى بقول لحضراتكم هداف وعلى طول وقع اسلام سليمان حارس المرمى بلا شك كان الله في عونه اتحط في موقف صعب جدا تاني جون انطوي رايح مستلم انطوي يلعب وتاني على طول غالي جون انطوي بيفكر رايح والهدف الخامس جون انتوي والهدف الخامس في الدقيقة 27 جون انتوي في الدقيقة 27 الهدف الخامس للنادي الاهلي والتاني لي جون انتوي الهدف الخامس والتاني لي في الدقيقة 27 اتعملت له حلوة من حسام غالي راح انتوي وحطها على طول لحظة خروج الحارق اسلام وهدف خامس للنادي الاهلي بقول لحضراتكم اللقاء مغامرة كبيرة جدا من نادي الجونة بغض النظر عن الهبوط او عن
اي احداث كان لازم فرقته تكمل. احمد مقطوعه منه تتلعب لرمضان صبحي، رمضان وعايز يعمل مشوار، عمل مشوار، هو جول هو جول هو جول، والهدف السادس، والهدف السادس في الدقيقه الثالثه، رمضان صبحي مفيش يعني فرصة، ثلاث دقايق على طول رمضان صبحي والهدف. ادي الكابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على كرة القدم بالنادي الاهلي، موجود كان موجود مع الفرقة وتابع من المدرجات، بيعمل جهد كبير كابتن علاء عبد الصادق حقيقة، من المديرين الكورة المميزين جدا اللي عملوا جهد كبير خلال الفترات الماضية. وادي على طول رمضان صبحي والهدف السادس للنادي الاهلي، اعتقد في روح حلوة النهاردة في النادي الاهلي، وهدف سابع، وهدف سابع على طول عبد الله. يا النهارده مين؟ احمد فتحي، والله احمد فتحي، يلا واحده من قذايفه كده تعدي، والهدف السابع في الدقيقه 6، في الدقيقه 6 الهدف السابع، احمد فتحي قذيفه اهي، ادي فتحي استلم وقص وبرجله وزحفه، ما يحاولش عليها اسلام سليمان، تعدي وحارس مرمى جيد حقيقه، ناشئ جيد احمد فتحي شايط، اسلام سليمان معاه لكن معديه، وهدف سابع للنادي الاهلي. هنشوف لسه كتير، وادي السكندري في استاد اسكندريه يوم الثلاثاء القادم. كده بينتهي دور الثمانيه، هيبقى فاضل لنا الدور، وبعد ما وصل سموحه ووصل بتروجيت للدور قبل النهائي من قبل، نبقى الدور قبل النهائي يوم 16 و17 سبتمبر ان شاء الله، بتروجيت مع الفايز من الاهلي والشرطه، وسموحه هيلعب، وادي هجمه الاولى بعد اللعبه، وادي ايفونا، ايفونا ايفونا بيجيب جول، بيجيب جول برده، بياخد ثقه الملعب، ومالك مالك ايفونا بيسجل الهدف الثامن في الدقيقه التاسعه، الدقيقه التاسعه مالك ايفونا بيسجل الهدف الثامن للاهلي، ايفونا بيسجل الهدف الثامن للنادي الاهلي، بيحطها بوش القدم لحظه خروج اسلام سليمان، ادي ايفونا راح وبوش القدم بيحطها ثقه، بياخدها بغض النظر الطرف الثاني ايه وظروفه ايه، لكن هي تجربه جيده. بقول لحضراتكم الفايز من زمالك الاهلي لهاني، وهاني بيعدي يلعبها لمليك، مليك يلعبها حلوه ناحيه اليمين لحسام غالي، وغالي يلعب العرضيه، والهدف التاسع، والهدف التاسع مين بقى؟ جده بعد غياب محمد ناجي، جده محمد ناجي، جده بيجيب الهدف في الدقيقه 14، الدقيقه 14 محمد ناجي جده، الهدف التاسع، 9-0، 9-0. تاني بكرر وبقول التجربه تدريبه مهمه للنادي الاهلي، حسام غالي ليها فوائد كتير جدا، بيرجع مجموعه كبيره من اللعيبه، عبد الله السعيد بيرجع، ناجي جده بيرجع، رمضان صبحي، حسام غالي، احمد فتحي، جون انطوي، مالك ايفونا، يعني وادي 9-0 نتيجه على الشاشه، وادي عماد متعب حارس المرمى ما يقدرش يمسك، ما يقدرش يمسك اسلام، يلعبها على طول تتقطع لكن تخدمه، توصل لحسين السيد، ماشي حسين، ماشي حسين، ماشي حسين، راح حسين، راح حسين، جاب جول حسين، جاب جول حسين، راح حسين، جاب جول حسين في الدقيقة 20، يبقى الدقيقة 21 حسين السيد الهدف، يعني الواحد الورقة اتملت، 10-0 حسين السيد، عدى حسين، راح حسين، جاب جول حسين، يبقى 10-0 في الدقيقة 21، دقيقة 21 بيجيب جول حسين السيد، عدى، فيش خبرة طبعا، هنا المساحات سابوه، عدى، عدى اهو، محدش مقاتخل معاه، وراح وحطها، والهدف العاشر أعزائي مشاهدي نايل سبورت. وقع الجول إسلام سليمان، بقول لحضراتكم كان الله في عون الولاد الشباب اللي بيلعبوا هذا اللقاء، تجربة. وفتحي يرجع تاني على طول يلعب لعبد الله السعيد، عبد الله يطلع شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل عايز يجرب شاط، تخبط توصل ناحيه حسين السيد، طلع الجول، رجع تاني بسرعه حسين السيد، حسين السيد يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه، وجون انطوي جول، جون انطوي، والهدف رقم 11، جون انطوي، والهدف رقم 11، دقيقه 33، جون انطوي، اجوال بيكون في اللقاء 11-0، جون انطوي هدفه رقم 3، يعني هنقعد بقى نعيد ونحسب،
جون انتوي بيجيب الهدف، ادي حسين السيد وادي جون انتوي على طول بالراس وتخدع الحارس وتخش ويبقى 11-0 دقيقه 33. بقول لحضراتكم تجربه قاسيه لشباب الجونه وتدريبه جيده للنادي الاهلي. نادي الاهلي ادي اسلام سليمان وضربه الجزاء هل ايفونا ادي لا والله انتوي جون انتوي جون انتوي داخل جون والهدف رقم 12 جون انتوي والهدف رقم 12 والورقه اتملت عندي 12-0 جون انتوي في الدقيقه 36 جون انتوي في الدقيقه 36 الهدف رقم 12. بقول لحضراتكم الورقه اتملت. ادي اللعبه تاني اهي، ادي اللعبه ادي فيها لمسه ايد فعلا، لمسه ايد بالفعل، ومدي الحكم القرار 12-0 اعزائي الاهلي. مؤمن بغض النظر عن الطرف، لكن هي تاني بقول تجربه فيها ثقه كتير للعيبه كتير في النادي الاهلي. مؤمن زكريا، حسام غالي، غالي يلعب على طول جون انتوي، جون انتوي يلعبها لحسام غالي، وغالي عايز يجيب جول هو كمان، راح غالي وراح غالي جاب جول، حسام غالي جاب جول اخيرا، حسام غالي بقاله كتير ما جابش جوال، حسام غالي والهدف رقم 13. واعذروني مش لاقي مكان للورقه بعد كده. دي 40 الدقيقة 40 13-0، يعني لما نيجي نعيد الاجوال ولا نقول الاسامي مش عارف هنقول مين ولا مين. 13-0 تاني بكرر، تجربة مفيدة جدا، تمرينة مفيدة جدا للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت قاسية جدا جدا على شباب الجونة. نادي الاهلي تعامل مع المباراة بجدية، خد تمرينة جيدة، استغل كابتن فتحي مبروك النهارده وجهازه، بلا شك مدرب محترم كابتن فتحي وجهازه، اشتغل يجرب كل لعيبته النهارده عشان يقدر يصل لاغلب اللاعبين. وادي حسام غالي